ده فيما يخص موسيماني. طيب الناحية التانية طلعت بعض يعني بعض المواقع برضو النهاردة بتقول ان كارتيرون سافر وان هو في عرض من نادي الحزم السعودي وان الراجل خلاص هيبقى المدير الفني القادم للحزم السعودي. وانا باكد لكم انا تواصلت مع الناس بتاعت الحزم نفسهم، مع الناس بتوع الاعلام والناس بتوعهم، بيؤكدوا لي ان مفيش اي كلام من القصه دي، وان هم اوريدي حددوا المدرب اللي جاي بعد كام يوم، وكارتيرون مش هو المدرب. وهنا انا يا جماعه برجع للاعلام المصري والساده يعني الزملاء والناس اللي في المواقع بيكتبوا الكلام ده، لازم يا جماعه نحترم نادي الزمالك ونحترم جمهور الزمالك، وده مش الوقت اللي الناس تخش تحاول ان هي تخلق مشكله للناس جوه نادي الزمالك. هو نادي الزمالك ناقص، نادي الزمالك مليان مشاكل، بنصدر له دلوقتي مشكله تانية ان الراجل بيتفاوض مع نادي تاني ومشي او هيمشي. ليه الكلام ده؟ انا باكد لكم ان هو ملوش اي اساس من الصحه، ويعني الناس اللي عايزه تصدر فكره ان الزمالك هيقع بعد رحيل كارتيرون او لو كارتيرون مشي، ما هو كارتيرون مشي قبل كده والزمالك ما وقعش. يعني القصه احنا عارفين ان كان في خلاف سابق ما بين كارتيرون وما بين المستشار مرتضى منصور وما بين مجلس الاداره اللي رجع مره تانية، لكن الناس رجعت وقالت ان مفيش مشكله، الراجل موجود والراجل هنحاول نوفر له كل سبل الراحه واللي هو عايزه عشان يقدر ان هو ينجح، لان مصلحتهم ان هو ينجح، نجاحهم من نجاحهم. طب النهارده مجلس اداره الزمالك طلع قال ان هيتم طرح بعض الاسماء على الراجل كمدرب عام ومدرب مساعد، والراجل يعني يختار منهم او يشوف القصه، وده حق اصيل لنادي الزمالك، واتكلمت في القصه دي قبل كده. يقوم الناس تطلع تقول لك ايه؟ تقول لك ده اول مسمار في نعش كارتيرون، ده اول حاجه خلاف هيخش. ليه خلاف؟ ليه؟ ايه الخلاف؟ انا لو مكان كارتيرون وشغال في نادي مصر ان هو يبقى فيه مدرب عام ومدرب، هجيب المدرب العام والمدرب حتى لو انا مش عايز، لان مجلس اداره النادي من حقه ان هو في قرارات مصيريه طالما ان هي مش جوه الملعب ان هو يقدر ان هو يطلب زي اي نادي في العالم بيطلب ان في كذا وكذا وكذا. وقلت لكم ان الوضع اللي قبل كده هو اللي ما كانش صح، الطبيعي ان يبقى في مدرب عام ويبقى في مدرب، وحق الزمالك ان هو يطلع كوادر تدريبيه، مدربين يتعلموا من المدير الفني الاجنبي اللي موجود ويشتغلوا، وحق اولاد نادي الزمالك اللي لعبوا في الزمالك قبل كده ومثلوا النادي ولبسوا فانيله النادي ان هم بقى ليهم دور، وده شرف لاي حد. فليه هنحرم الناس من الشرف ده؟ وقلنا الكلام ده من قبل ما المجلس ده يرجع ولا اي حاجه، الكلام ده هو الصح في الكوره. فاحنا لازم النهارده وطلب يعني الزمالك تاني مش ناقص، ما نكتبش خبر عنه وكمان بالاسماء وبنادي وان كذا والخبر ملوش اي اساس من الصحه. نتاكد بس، نتاكد مع احترامي طبعا للناس كلها، نتاكد. فده ده يا جماعه كلام مهم جدا. الزمالك دلوقتي في فتره يعني في فترة انتقالية، في فترة يعني ما ينفعش ان الناس ده خبر يهز استقرار الدنيا ويخض الناس ليه؟ ليه؟ يعني اتمنى ان الكلام ده يقف، لازم يقف. طيب ده فيما يخص كارتيرون.